نهاركم جميل جميعا باذن الرحمن. صباح الفل على كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدينا في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده يعني انا بستاذنكم يعني اسمحوا لي اكون موجود معاكم منفردا نظرا لغياب الزميله العزيزه نهواند، وان شاء الله تكون موجوده معانا ومنورانا بكره باذن الرحمن. هستفرد بقى بيكم النهارده لو تسمحوا لي، وعندنا اخبار كتير نتكلم فيها وعندنا موضوعات وملفات كتيره محتاجين نفتحها ونتكلم فيها. واللطيف ان عندنا اخبار حلوه، يعني عندنا اخبار حلوه، والاخبار الحلوه الحمد لله بقى لها فتره شبه ثابته معانا في كل حلقه من حلقات البرنامج، ومعظمها اخبار متعلقه برياضات من اللي هي يتقال عليها الرياضات المظلومه، الرياضات اللي مش ملقى عليها ضوء كما هو الحال في كره القدم، الرياضات اللي ابطالها وبطلاتها في بعض الاحيان ده ان ما كانش في الكثير من الاحيان بيبقى عندهم صعوبات بيواجهوها من عينه مثلا الدعم، من عينه السبونسرشيب، من عينه كذا، من عينه كذا. ومع هذا بيروحوا وبيشاركوا في بطولات وبيحصلوا عليها وبيحصلوا على ميداليات ذهبية، وعلم مصر بيترفع كل يوم والتاني في محفل رياضي ما في دولة ما في رياضة ما. فطبعا دي حاجة لطيفة جدا. النهاردة عندنا شوية أخبار في هذا الإطار إن شاء الله يعني تكون يعني مطار إسعاد لكل حضراتكم. كل ده هيحصل كالعادة في الجزء الأول الساعة الأولى من حلقتنا، والساعة الثانية كالعادة برضو بيكون عندنا من خلالها دايما فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة هينورنا فيها كابتن أنور الكموني لاعب التنس ومؤسس حملة مانحي الأمل، والأهم المتعافي من مرض السرطان اللعين. هيكون منورنا وهنتكلم معاه عن التنس وهنتكلم معاه عن الحمله، والاهم بقى دي الحته اللي احنا عايزين نركز عليها حبتين. احنا كل فتره بينورنا في البرنامج ده نموذج ملهم ما، شخص ما تحدى عراقيل، يعني ساعات بيبقى في حاجات منها كمان صعب كما هو الحال في حاله مثلا مرضى السرطان يعني، لكن احنا بنتكلم على بني ادمين ملهمين لان هم قدراتهم مش عاديه، طاقتهم مش عادية، روح التحدي والإصرار والعزيمة اللي جواهم مش عادية. فخلونا نتعلم من الناس دي، خلونا وبالذات أنا بوجه كلامي لكل شخص معافى، خلونا نتعلم من الناس اللي ما كانتش يعني بكامل عافيتها وبكامل صحتها، وفي بعض الأحيان بيكونوا حتى فاقدين لأعضاء معينة من أجسامهم، ومع هذا الناس دي أبطال بكل ما تحمله كلمة أبطال من معنى. تحدوا الصعوبات دي وتفوقوا عليها وأثبتوا نفسهم وأبهروا العالم في كتير جدا من الأحيان. فده هيكون محور كلامنا في الجزء الأول أو الفقرة الحوارية الأولى من حلقتنا النهاردة. وتاني وآخر فقراتنا هتنورنا من خلالها دكتورة إيمان المراكبي أستاذ طب المخ والأعصاب، اللي أكيد هتكلمنا في موضوع يهم كتير جدا منكم. لكن يعني أنا بصفة خاصة في يعني الفقرة الأولى الحقيقة دايما أنا ونهواند بنسعد جدا 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 وبنقف كتير قوي عند التفصيلة بتاعت الأشخاص الملهمين، الأشخاص اللي المفروض إن أي شخص سليم ومعافى في بعض الأحيان يعني يتقال له اختشي، ده انت يعني مقفل الدنيا وشايف ان مفيش فايدة ومفيش أمل، علما بان انت ربنا لم يبتليك بما ابتلى به غيرك من الناس. فتعال نشوف الناس اللي ربنا ابتلاها واللي أنعم عليها كمان بالعزيمة وبالصبر وبالرضا وبالسكينة وحاجات حلوة كتير هنتكلم عنها أكيد إن شاء الله في الفقرة الحوارية الأولى من حلقتنا النهاردة. تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا أو نبتدي مع حضراتكم في سلسلة الأخبار اللي احنا جاهزين بيها النهاردة، والبداية هتكون مع المنتخب الوطني للكيك بوكسنج اللي الحقيقة نجح في تحقيق 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الإفريقية المقامة في جنوب إفريقيا واللي هتنتهي النهاردة إن شاء الله 29 أغسطس. احنا حصدنا يا حضرات 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة وميدالية برونزية، فضلا عن حجز 3 مقاعد في بطولة الورلد جيمز اللي إن شاء الله هتقام في المملكة العربية السعودية إن شاء الله السنة الجاية 2023. إنجاز كبير، إنجاز مشرف لمصر في منافسات البطولة الإفريقية، وده بطبيعة الحال ما جاش من فراغ، زي ما أي نجاح بيحصل وبيتحقق ما بيجيش من فراغ، ده جاي نتيجة استعداد جيد جدا حصل قبلها يعني فعاليات هذه البطولة. منتخب الكيك بوكسنج خاض معسكر مغلق داخل المركز المنتخبات الوطنية بالمركز الأولمبي في المعادي لحد يعني يوم 24 من أغسطس لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والحقيقة النتيجة ظهرت بمنتهى الإيجابية
في هذه البطولة، ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز الكبير. بالمناسبة شارك في هذه البطولة 13 دولة إفريقية من ضمنهم جنوب إفريقيا، وهي طبعا الدولة المستضيفة لهذه البطولة، ومصر شاركت ب10 لاعبين ولاعبات. عايزين نقول كمان إن البطولة الإفريقية دي هي بطولة مؤهلة للمشاركة في بطولة وورلد جيمز إن شاء الله اللي هتقام في أكتوبر من عام 2023 في المملكة العربية السعودية. وبرضو حاجة حلوة زي ما بنفرح إن مصر يعني كل فترة والتانية في بتستضيف فعاليات بطولة ما، أكيد بنفرح للسعودية، أكيد بنفرح للبحرين، بنفرح لكل الدول العربية اللي الحقيقة ابتدت تحصل فيها برضو إلى حد كبير وبشكل ملموس وملحوظ طفرات في دنيا الرياضة، ولا سيما تنظيم الإيفنتات الرياضية العالمية منها بصفة خاصة. نروح معاكم لموضوع تاني. الاتحاد الإفريقي للكونغ فو أعلن عن استضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة للووشو كونغ فو في القاهرة الشهر الجاي إن شاء الله. تم توجيه الدعوة إلى أكثر من 31 دولة للمشاركة في فعاليات هذه البطولة اللي هتقام في الفترة من 26 إلى 31 من سبتمبر المقبل إن شاء الله. الموافقة على استضافة مصر لهذا الحدث الإفريقي الكبير والمهم برضه هو كمان ما جاش من فراغ، جه نتيجة إن مصر بتمتلك منشآت وإمكانيات يعني رياضية تؤهلها لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، واللي وصلت لحضرات ل 158 بطولة دولية تم تنظيمهم في كل الألعاب خلال الفترة اللي فاتت في مصر. حاجة عظيمة جدا، وعايزين نقول لكم الحقيقة في خلية نحل شغالة حاليا استعدادا لاستضافة البطولة الإفريقية. طبعا هيسبق البطولة الإفريقية السادسة إقامة الدوري الإفريقي للووشو كونغ فو اللي هيقام في الفترة من 13 وحتى 16 من سبتمبر المقبل إن شاء الله. نروح بقى لوزارة الشباب والرياضة والوزير النشيط الدؤوب اللي كل يعني شوية الحقيقة بنلاقيه موجود بيدعم رياضة ما أو رياضيين ما في مصر. امبارح شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي للإعلان عن أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية في مصر. إيه الحدوتة؟ إيه التفاصيل؟ تعالوا نتعرف عليها من خلال التقرير ده، اتفضل. عملنا أو في اتحاد مصري للرياضات الإلكترونية، وطورنا هذا الاتحاد إن هو يكون مع الشركات العالمية إن إحنا إزاي نعمل الموضوع في شكل رياضة وشكل تسابقات رياضية بشكل أكبر، زائد الجانب الاقتصادي، لأن زي ما قلت المحدد رقميا 1.6 مليار حجم التداول في الرياضات الإلكترونية داخل مصر. فبالتالي من هنا الاتحاد وظيفته إن هو يقنن هذا الموضوع وينشر للرياضات الإلكترونية، ويكون هناك تسابقات ودوريات بشكل كبير جدا تاخد من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه الإيجابي في شكل رياضي. 1.6 مليار دولار ده حجم التداولات والدفع الإلكتروني في داخل مصر للألعاب الإلكترونية. فبالتالي احنا كمان ننمي هذه الأرقام الاقتصادية الداخلية اللي موجودة بشركات وطنية وتعاون مع شركات عالمية، وده هيتأتى من خلال هذا الاتحاد، اتحاد المصري للرياضات الإلكترونية. احنا مينلي يعني فري فاير از لعبه او جرينا فري فاير، هي في الاساس تعرف هي لعبه العاب الكترونيه، واحنا في الفتره اللي فاتت دي كان عندنا توجه كبير ان احنا نركز على السوق المصري ونبدا نعمل انشطه مختلفه. حاليا يعني الغرض الرئيسي من المؤتمر ده انه احنا بنعلن عن اللي هو توقيع اللي هو مذكره التفاهم ما بيننا وبين الوزاره وما بين الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه، والغرض الرئيسي ان احنا نبدا نعمل انشطه كتير في الارض الفتره الجايه. اهم يعتبر حدث بالنسبه لنا وحاجه يعتبر كبيره جدا بدانا بيها في مصر اوريدي بقى لنا اكتر من اسبوعين، كانت بطوله باتل اوف ايجيبت. وزي ما شفتوا كده في العرض التوضيحي ان اوريدي في خلال البطوله دي شارك معانا اكتر في حدود 16000 لاعب او 16700 من الشباب المصريين، كلهم اعمارهم بتتراوح من 13 سنه لغايه 43 سنه، فكان في اختلاف كبير في المراحل العمريه اللي شاركت معانا. في نفس الوقت البطوله دي شارك فيها ناس من اكتر من 8 محافظات، مش بس القاهره والجيزه، لا القاهره، جيزه، اسكندريه، منصوره، ومحافظات كتير. واوريدي احنا كنا عملنا يعني يعتبر تصفيتين في خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله النهائي بتاع البطوله هيبقى يوم 3/9 السبت الجاي بحضور 50 لاعب، يعتبروا احسن 50 لاعب في مصر، وكلهم بيتنافسوا طبعا على جوائز ماديه يعني مجموعها 500000 جنيه.
كل الأرقام اللي بتسمعيها من جوائز وأعداد وملايين ودولارات دي كلها بياخدوا تراخيص من الشركات اللي زي دي عشان يعملوا بطولة باسمهم. المرة دي احنا اختلفنا، مصر المئة مليون، سبعين مليون شاب، أربعين مليون على الأقل بيلعبوا بطريقة منتظمة. قدرنا نعمل اتفاقية مع صاحب اللعبة أو الشركة منتجة اللعبة، يعني زي لعبة فيفا وانتقانات النادي الأهلي بتمتلكها شركة اسمها EA مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عشان كده اسمها فيفا. تخيلي بقى ان الشركه اللي زي دي هي صاحبه فري فاير، هي اللي جايه تنظم بنفسها معانا مع الاتحاد المصري بسبب الاعداد اللي بتشارك من مصر وبسبب التسهيلات اللي معالي الوزير واستقبالهم. الكلام ده من قبل تاني يوم رمضان، يعني مش قادر انسى التاريخ عشان كان تاني يوم صيام في رمضان ومعالي الوزير وقعدنا فتره طويله، وتمهيدا ان احنا نوريهم قد ايه السوق بتاعنا كبير وعندنا رياضه قويه وأندية قوية وإحصائيات غير عادية، يجوا يشوفوها بنفسهم وانبهروا بيها، عشان يبقى كده في لعبات مصرية، في برمجة وتطوير لألعاب إلكترونية مصرية تخش معاهم بعد كده في كل بطولات العالم، وهم يدربوا أولادنا على البرمجة كمان. طيب خلونا نروح بقى للي مشرفنا بالمعنى الحرفي، يعني لمحمد صلاح اللي الحقيقه دايما يعني الناس دايما شايفاه ان هو لاعب استثنائي وكمان انسان استثنائي، قصه كفاح ونجاح طويله جدا مليانه عراقيل تم تذليلها نتيجه اصراره ودأبه وعزمته الكبيره وانه كان بيشتغل على نفسه، كلام كتير قوي اتقال وبيتقال ولسه هيتقال عن محمد صلاح كونه أيقونة يعني على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الشخصي والإنساني كمان، يعني دايما محمد صلاح أي صورة حتى ليه أي خبر ليه غالبا ما بيكون مقترن بأمر طيب ما، يعني لفتة إنسانية بيعملها، تاتش تواضع، حركة لطيفة، مهارة. طبعا أنا مش بتكلم بقى كمان على الكورة، بتكلم حتى على الصعيد الشخصي والإنساني، دايما حتى أي صورة بتنتشر لمحمد صلاح أوتوماتيك بتاخد العين، والحقيقة دايما بيكون يعني أي يعني أمر مرتبط بمحمد صلاح غالبا ما بيكون أمر طيب وإيجابي وملهم كمان. تعالوا بقى نروح لمحمد صلاح اللي نشر يعني امبارح صوره ليه بيرحب من خلالها بزياره اسطوره كره السله الامريكيه السابق ستيف كير لمركز تدريبات ليفربول، ونشر محمد صلاح صوره عبر تويتر وعلق عليها قائلا مع اسطوره كره السله. ظهر محمد صلاح ومعاه ترينت الكسندر ارنولد ومعاهم فان دايك، كانوا هم ثلاثه مع لاعب كره السله الاسطوري السابق ومدرب الواريورز الحالي ستيف كير. بالمناسبه ستيف كير هو مدرب يعني محترف في عالم كره السله وكان لاعب محترف سابق، وهو المدرب الرئيسي لفريق جولدن ستيت واريورز التابع اكيد للاتحاد الوطني لكره السله الامريكيه NBA، سبق وتوج بطلا للدوري الامريكي للمحترفين 8 مرات بعد ما فاز بخمسه القاب كلاعب، ثلاثة منهم كان مع شيكاغو بولز لو أنا مش غلطان، وثلاثة مع واريورز، يعني كمدرب رئيسي. احنا بنتكلم على واحد من أساطير كرة السلة الأمريكية، ويعني تقدر تقولوا كده إيه أساطير مع بعضيهم، محمد صلاح مع أسطورة كرة السلة الأمريكية، كانت برضو يعني صورة لطيفة ولفتة لطيفة من محمد صلاح. طيب احنا بكده نكون ابتدينا الكلام يا حضرات، وإن شاء الله هنكمله بمجرد العودة من الفاصل ده، خليكم معنا. اهلا بكم مره ثانيه، تعالوا بقى نتعرف على اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه منى المنيسي، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الفل عليكي، اتفضلي. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلوية كمان جديدة، وزي ما أنت قلت من داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة موجودة عشان أنقل لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرقه الرياضية المختلفة. لكن في الاول يا كريم خليني اقول لك ان عند وصولي للنادي لاحظت ان في عدد كبير قوي من اعضاء النادي الاهلي الموجودين سواء من كبار السن او حتى كمان لاحظت ان في اسر كامله موجوده في حدائق النادي المختلفه، وده يمكن علشان تحسن يعني بشكل نسبي لدرجه الحراره الحراره الشديده اللي كانت الاسبوع الماضي، يعني من النهارده تقريبا هي احسن شويه، في هواء شويه موجود عن الايام الماضيه.
كمان مع تأجيل الدراسة لاحظت إن في عدد كبير من أطفال الأطفال موجودين مع أسرهم في النادي عشان يستمتعوا بالساعات الأولى من صباح اليوم. ده كان كل الأجواء هنا من داخل مقر رئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة. خلونا بقى نبتدي أخبارنا النهاردة وأخبار الفرق المختلفة. خلونا نبتدي بالفريق الأول لكرة القدم، واللي النهاردة بيختتم آخر تدريباته أو آخر استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا. بكرة هي المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز. النهارده تدريب الفريق هيكون الساعه 4:30 عصرا على استاد او على ملعب مختار التتش، وهو نفس وقت المباراه غدا ان شاء الله في ملعب او في استاد الاهلي والسلام مع سيراميكا كليوباترا. دي هتكون اخر مباراه زي ما قلت لكم. دي كانت اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا نبتدي اخبارنا وباقي اخبار الفرق المختلفه. وبعد وصول بعثه النادي الاهلي لكره اليد رجال النهارده ان شاء الله من البوسنه بعد تتويجهم ببطوله كاس الابطال الدوليه الودية. طبعا زي ما عارفين ان بعثه النادي الاهلي لكره اليد الرجال كانت سافرت الى اسبانيا الاول علشان تخوض بعض التجارب الوديه، واللي كان المدير الفني حريص ان هم يحتكوا بمدارس مختلفه من بلاد مختلفه من انديه مختلفه لكره اليد علشان ده يبقى احسن وقت يستعدوا بيه بشكل قوي للموسم الجديد اللي بيأملوا فيه ان شاء الله ان هم ياخدوا كل او جميع بطولات هذا الموسم، والموسم اللي هيبتدي في سبتمبر بعد اسبانيا. سافروا مباشره الى البوسنه علشان يخوضوا بعض التجارب الودية أيضا، وكمان شاركوا في البطولة اللي تم تتويج النادي الأهلي بيها واللي تألق فيها عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. وده بيبشر جمهور النادي الأهلي إن شاء الله كل بطولات هذا الموسم هتكون من نصيب دولاب بطولات النادي الأهلي بإذن الله. أما معسكر سيدات كرة اليد هينتهي في الإسماعيلية يوم الأربعاء القادم، من بعدها مباشرة هيبتدي أو هيستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي جدا من بدون أي توقف استعدادا للمباراة القادمة، واللي هتكون أول مباراة رسمية في الدوري في بطولة الدوري لهذا الموسم يوم السبت المقبل، هتكون مع نادي سموحة على صالة نادي سموحة أيضا في الأسكندرية. طبعا الفريق الفترة اللي فاتت بيخوض بعض التجارب الودية القوية، معسكر قوي أكيد حرص من خلاله المدير الفني لسيدات كرة اليد إن هو يجهز لعبته بشكل قوي، وزي ما احنا عارفين موسم أكيد قوي، موسم أكيد فيه تحديات كبيرة إن شاء الله. فتيات النادي الأهلي يكونوا قد المسؤولية ويقدروا إن شاء الله إن هم ياخدوا كل بطولات هذا الموسم بإذن الله. سيدات كرة السلة كمان الفترة اللي فاتت كانوا بدأوا يمكن بدري شوية استعداداتهم وتدريباتهم بشكل قوي استعدادا للموسم الجديد. في صفقات كتيرة موجودة في النادي الأهلي السنة دي، بنأمل إن شاء الله بعد حتى عودة سرايا محمد، بعد رجوع هالة مصطفى، كمان بعد تجديد نادين سلعاوي، كلهم لاعبات كبار أكيد إن شاء الله يبقى موسم مليء بالتحديات، موسم إن شاء الله يبقى كل بطولاته في صالح النادي الأهلي وفتياته إن شاء الله. المباراة الودية النهاردة هتبقى الساعة 6 مساء مع البنك الأهلي على مركز شباب الجزيرة، وده طبعا ضمن برنامج الإعداد اللي هيبقى موجود لهذا الموسم عشان إن شاء الله سيدات كرة السلة يقدروا إن هم يفوزوا بكل بطولات هذا الموسم إن شاء الله. دي يا كريم كانت كل اخبارنا هنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وانا موجوده لو عندك اي سؤال اتفضل. الحقيقه كلها اخبار زي الفل، ويعني بنشكرك عليها جزيل الشكر، وعندك حق النهارده فعلا الجو يعني على الاقل الصباح الباكر ده جزء اللي انا حضرته، يعني كان فعلا في نسمه هواء كده بتقول ان شاء الله، يعني واضح ان فعلا موجه الحر انكسرت نسبيا، فان شاء الله تكمل معانا يا منى باذن الله. طيب انا بشكرك يا منى جزيل الشكر، واضح ان طبعا مساله الوقت يعني بتاخد وقت شويه على ما الصوت يوصل لها. بشكرك يا منى على التغطيه الجميله دي جزيل الشكر. هنسيب بقى منى في مقر النادي الاهلي بالجزيره حضراته، ونروح بقى على سكايب اللي هينورنا من خلاله الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي، ونتناقش معاه كده حوالين اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. يا استاذ ايمن صباح الفل عليك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا كريم، يا رب يوم سعيد عليك كده. بس ايه موضوع الجو جميل ده؟ لا في نسبه النهارده شويه نسبيا في شويه هواء حلوين، يعني جو فاكك سيكا يا مسهل. حلو حلو، ما احنا خلي بالك احنا اتشوينا الفتره اللي فاتت بما يكفي يا ايمن. وبعدين موضوع تغير المناخ ده الموضوع ابتدى يشكل خطوره ملموسه لدرجه ان كل الناس اللي كان مش في دماغها الموضوع ده لا ابتدوا يركزوا ان فعلا ده في حاجه اسمها تغير مناخ، وليه مليون مظهر شفناها الفتره الاخيره. طبعا لا وكمان ده حتى في اوروبا الناس يعني الصيف بتاعهم بقى صعب جدا،
احنا هنا متعودين ان احنا على طول بنقول دافئ شتاء ايوه وممتع صيفا، لكن الموضوع دلوقتي بقى صعب صيف دلوقتي بقى وشتاء حارق فهناك. صيفا مثلج شتاء. ربنا يهون ربنا يهون. يا رب. قبل ما ادخل معاك في المانشيتات، ينفع يبقى ليفربول كسبان 9-0 واخوه محمد صلاح ما يجيبلوش 6 7 اجوال منهم؟ دي كانت غريبه جدا ينفع حتى، كده؟ يعني الموضوع كان صعب، خصوصا بقى طبعا انت عارف الناس بعيدا ان هم بيحبوا صلاح، لا كمان انت عارف الهوس بتاع الفانتازي، طبعا الناس كله بيلعب الفانتازي وكله قاعد عامل التشكيلات وكله كابتن صلاح، فطبعا ان صلاح ما يجيبش اهداف او يعمل اي اسيست الموضوع كان غريب، لان قوي قوي يعني في بيتكلم ماتش فريقه 9 كسبان 0 ده فيه يعني 9 اي حد معدي يجيب. بالظبط بالظبط كده، 9 0 ده اي ده حد اللي معدي خلى يجيب. الموضوع غريب فعلا، عندك حق. طيب تعالى بقى ايمن بعد لكن اذنك ندخل بقى مع بعض واحده هو واحده كده. يمكن بقول يمكن هو حظ بس ما مشيش الماتش ده، لكن هو لسه يعني جايب برضو هدفين في بدايه الموسم، احنا في 4 ماتشات هو جايب هدفين وعمل 2 اسيست، فيعني لسه هي شويه. الحاجة اللي تغيظ بس يا أيمن إن في الماتش ده بصفة خاصة كان ممكن بقى يعمل فرق كبير بينه وبين أقرب المنافسين كهداف. أنا عارف إن البداية مبكرة إلى حد كبير على موضوع الهداف ده، بس يعني إيه كان يدخل كده في الفورمة. لا لا طبعا، خصوصا ان السنه دي ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي هيبقى فيه صراع شرس جدا، لان بدايه هالاند بدايه قويه جدا، بنتكلم جايب 6 اهداف في 4 مباريات منهم هاتريك اخر ماتش، كمان في هاري كين بدايته جيده جدا الموسم ده، متروفيتش داخل بقوه، في زها يعني في الموضوع هيبقى صعب، خصوصا في تحديدا في وجود هالاند وفي حاله هاري كين، فاكيد طبعا صلاح يعني هيبقى رقم قياسي اصلا ان هو يوصل ان هو يبقى هداف بريمير ليج كمان الموسم ده للمره الرابعه في تاريخه يعني في بريمير ليج، ولكن الموضوع فعلا صعب، وماتشات زي دي زي ما انت بتقول كده تدخله في المنافسه طبعا وتبعد كمان طبعا عنه، تخليني يعني زي ما نفتكر كده الموسم اللي فات لما في فتره صلاح مستوى مش مستواه تذبذب ولكن تهديفيا تراجع، لكن هو كان معاه ريكورد مخليه بعيد لدرجة ان سون لحقه في الاخر بالعافية، صحيح صحيح فنتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جاية ليفربول الامور تبقى معاه افضل، وصلاح ان شاء الله يسجل ويعمل اسيستات ويحطم الارقام القياسية كمعتاد يعني. يا مسهل الحال يا رب ان شاء الله. وان كان بس بيني وبينك 9-0 دي ما بتحصلش كتير، بس وان كان شباب يعني منتخب مصر امبارح برضو عملوها 9-0، ايه حكايه 9 دي؟ ما كناش بنسمع زمان الارقام دي. لا موجود بتحصل دلوقتي خلاص، كله بقى لما ايه لما يلاقي قدامه فريسه زي ما بنقول كده على في قد الكوره، الايد على قد بيحاول الايد. كله كله بيحاول ان هو يعني يعمل ارقام قياسيه، لان خلي طبعا بالك هوس الارقام القياسيه الفتره السنين الاخيره دي بقى مهم جدا، لان صحيح كل رقم خلاص بقى بيتسجل، طبعا فيعني كل واحد بيحاول لما يخلص الكوره يكون عامل لوكشه ارقام حلوه كده طبعا يعني. طبعا جميل. تعالى بقى ندخل مع بعض واحدة واحدة في المواقع المختلفة والصحف المختلفة، وعايزين بعد إذنك نبتدي بيلا كورة. وشوف يلا كنا بينا. لسه بنتكلم في التفصيلة دي، ترتيب الهدافين، كين يدخل الصراع مع هالاند بالدوري الإنجليزي، كنا لسه بنقول الكلمتين دول. لا طبعا، لا هاري كين من الهدافين يعني حاليا اعتقد هو وصل بقى تاني هداف تاريخي للبريمير ليج خلف الان شيرر، قدامه لسه يعني شويه، لكن هاري كين واحد من الهدافين الكبار جدا في انجلترا واسم كبير طبعا طبعا، هينافس بقوه زي هو يعني هو بقى له من ساعه ما ظهر هو دايما لازم هتلاقيه موجود في الصراع بتاع الهدافين ده، ولكن المره دي عنده بقى منافس شرس، يعني الفتره اللي فاتت كان موجود صلاح، المره دي بقى دخلهم منافس يعني شرس جدا، واحد ايوه اللي هو يعني يعتبر افضل مهاجمين في العالم حاليا هو هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بيستغل الفرص بشكل قوي جدا، جايب هاتريك الماتش اللي فات، بنتكلم في مانشستر سيتي كان متاخر 2-0 وكسبوا 4-2 بفضل هاتريك هالاند، بيقدم مستويات طيبه، 6 اهداف في 4 مباريات في اول ظهور لي، يعني بنتكلم ده اول 4 مباريات ليه هو في البريمير ليج جاب 6 اهداف واعتقد كان عامل اسيست، فلا هالاند يعني المنافسه معاها تكون شرسه مختلفه، فده الصراع بالنسبه لنا اكيد كمتابعين ممتع، طبعا واكيد هيكون حافز جديد بقى زي ما انت كنا بنتكلم في البدايه كده لمحمد صلاح ان هو برده اكيد هيبقى عنده اهداف مختلفه، خصوصا طبعا ان السنه دي واضح ان ليفربول برده يعني
ممكن ان هو السكواد بتاعه زي ما كلوب كده طلع قال محتاج لسه لاعب نص ملعب، فهنشوف هل هيقدروا في اليومين بتوع الميركاتو اللي في الاخر دول يجيبوا لعيب نص ملعب يسند الفرقه، لان ارسنال بادي بدايه كويسه. بنتكلم اهو في مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد بيحاول يرجع وخلاص بيتعاقد مع انتوني لاعب اياكس في صفقه برضه قياسيه. فلا الامور هتبقى في البريمير ليج السنه دي كالعاده ممتعه، وكل سيزون كده في البريمير ليج بيبقى اسخن من اللي قبله يعني. صحيح. وبعدين على رايك مصلحه فكره ان تعدد اسماء واعداد الهدافين، ما كله في الاخر بيصب في مصلحه المتابعين، يعني بتزداد متعه المشاهده للدوري الانجليزي الحقيقه سنه بعد سنه. طبعا طبعا، لا لا الدوري الانجليزي حاجه جميله، وكل سنه زي ما انت بتقول كده بيبقى اسخن من اللي قبله، الموضوع بيبقى فيه ممتع جدا. و يعني هو دوري فيه كل حاجة، تقدر تتفرج على كل الماتشات اللي فيه، مش بس تختار مثلا ماتش او اثنين او منافس او اثنين تتفرج عليهم، لا بتتكلم انت ممكن تتفرج على التسع ماتشات اللي بيتلعبوا في البريمير ليج وتستمتع. فلا دوري جميل جدا، ويعني نتمنى ان احنا نشوف صلاح بيحقق ارقام قياسية، لان عنده فرص الموسم ده ان هو برضه يعمل ارقام تبقى صعب جدا ان هي يعني تتكسر المواسم اللي جايه. احنا كمصريين يا استاذ ايمن طول عمرنا من محبي الدوري الانجليزي، لكن اكيد الكام سنه اللي فاتوا بصفه خاصه وبشكل استثنائي نظرا لوجود اسماء مصريه ضمن اهم اسماء اللعيبه الموجودين ويعني في اطار الدوري الانجليزي، ده زود كمان من نسبه المشاهده للمصريين والعرب بشكل كبير جدا اكيد. طبعا لا لا، وجود صلاح يعني تحديدا كمان المستويات العالية، يعني نفتكر كلنا طبعا كنا يعني الواحد وهو صغير كان بيقعد على ينزل القهوه يتفرج على ماتشات ميدو وقت ما كان في توتنهام، تابعنا عمرو زكي، شفنا محمد شوقي، كابتن حسام غالي، كل الناس دي ارتبطنا بيهم وهم موجودين في البريمير ليج. لكن الحاله اللي عاملها صلاح تحديدا، وهو يمكن صلاح كان ليه تصريح مهم جدا، هو فعلا ان الناس في مصر تحديدا شعبيه مانشستر يونايتد مثلا كان كبيره جدا ما بين الجماهير المصريه. الامر اختلف مع وجود صلاح، ان بقينا نشوف حتى الاطفال الصغيرين كله بيلبس تيشيرتات ليفربول وعلى اسم صلاح، فشعبيه ليفربول بنتكلم في مصر في المنطقه العربيه تضاعفت بسبب اللي بيقدمه محمد صلاح، لان زي ما قلنا في عدد كبير من اللعيبه المصريه لعب في بريمير ليج وعملوا يعني ارقام جيده وكان ليهم مشاركات طيبه، ولكن صلاح تحديدا هو حاله استثنائيه، واللي عمله في بريمير ليج ده حاجه يعني نتمنى ان يبقى في لعيبه مصريه تقدر تكرر النموذج ده، او مش شرط تكرره بالظبط، تحقق جزء من اللي حققه، ولكن الامر اعتقد صعب جدا، لكن نتمنى اكيد اكيد. بعدين بالصدفه لو انت بتتفرج على اي لقاء لليفربول او اي ماتش لليفربول بالصدفه في كافيه وشاشات كبيره وناس كتير قاعدين بيتفرجوا، هتلاقي المصريين بيشجعوا بحرقه وكاننا كلنا من مواليد انجلترا مثلا. بالظبط طبعا. بالظبط. لا لا، وفي نهائي الشامبيونز ليج تحديدا لما تيجي تتفرج وتشوف الاطفال الصغيرين هم بيتفاعلوا مع ليفربول ولاعيبه ليفربول، يعني حتى الموضوع انتقل ان يعني في كاس الامم اللي نظمناها هنا كان في 2019 تلاقي الجماهير نفسها بتشجع ماني، تشجع كايت، يعني تشجع اللعيبه الافارقه اللي هم بيلعبوا في ليفربول في اليورو نفسه. انا فاكر ان انا كنت بتفرج على احد الماتشات في اليورو ولقيت العيال الصغيره برضو بتشجع لعيبه انجلترا اللي هم بيلعبوا في ليفربول، يعني الموضوع بقى فيه ارتباط كده بليفربول بسبب محمد صلاح في الجيل الصاعد ده يعني. والحقيقه بعيدا كمان عن الماتشات الحلوه اللي بيقدموها في ليفربول، كل فتره والتانيه برضو تشوف فيديو معين او صوره معينه لتاتش لطيف عاملاه لعيبه ليفربول، يعني كان من اخرهم على الاطلاق شفنا من خلاله محمد صلاح كان مع حد تاني من اللعيبه بيزوروا يعني مجموعه من المشجعين الدائمين القدام لليفربول وبيدوهم هدايا، فبتبقى حاجات لطيفه جدا ذات تاتش انساني كده مستحب. طبعا طبعا يا كريم، يمكن ودي من الحاجات الثقافه اللي هي محتاجين هنا ترجع تاني، يعني احنا هنا في مصر برضو كان في فترات كتير بنلاقي بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي على طول بتلاقيهم موجودين في حملات معينه، لو في مستشفيات السرطان او اعمال خيريه موجودين وبيظهروا، لازم الحاجات المجتمعيه، لان لاعب الكره هي الفكره في لعيب الكره ان هو مش بس بيروح ساعتين يتمرن ويروح، لا لعيب الكره ده هي حياه، هي وظيفه دلوقتي، فهم هناك في زي ما احنا
بنشوف كده في اوروبا وفي الانديه الكبيره، وطبعا بيظهر لنا فيديوهات بتاعت ليفربول، اللعيب بيبقى عنده دور مجتمعي طبعا طبعا، زي ما هو بياخد ودور فاعل ومؤثر جدا في دايما طبعا الحقيقة. لازم يروحوا يلعبوا، هتلاقيهم بيلعبوا مع الاطفال في ايام معينه، في ايام بيروحوا يقدموا هدايا لكبار السن، هتلاقي في فتره بيستقبلوا اطفال من مدارس مختلفه، بيعملوا اي يعني، لازم لعيب الكره لازم والانديه بيبقى ليها ادوار مجتمعيه عشان الناس بتاخدهم قدوه، فلازم هم النهارده يستقبلوا الناس ويتعاملوا معاهم ويدوهم هدايا ويتكلموا معاهم، فده لازم هنا في مصر يرجع تاني الموضوع ده، ونلاقي ان اللعيبه مش بس بتتمرن وتمشي، لا النهارده اللعيبه موجوده في النادي بتاعها، بتتمرن، بتذاكر المنافس، بتعمل تدريبات اضافيه ليها، وكمان يعملوا الدور المجتمعي بتاعهم ان هم يبقوا مشاركين في الاحداث او مشاركين في ايفنتات خيريه، ايفنتات تتعلق بالاطفال، لان هم في الاخر قدوه، الناس طبعًا بترتبط بلعبة الكوره وبترتبط بانديه الكوره، فده لازم ينعكس على المجتمع بشكل ايجابي. صحيح، مليون في الميه معاك. طيب نروح بقى للعين الاخباريه وعنوانها هداف الدوري الاسباني بين قوسين العجوز ليفاندوفسكي يقتنص الصداره بالثنائيه. بقى ليفاندوفسكي يتقال عليه عجوز برضو يا عالم، ينفع كده يا استاذ ايمن؟ يا اخي لعيب استثنائي بكل ما تحمله كلمه استثنائي من معنى. طبعا لا هداف جميل جدا، ويعني امبارح حتى الجونين اللي جابهم فيهم جون كده عملوا بالكعب بطريقه غريبه جدا، اللي هو يعني تحس ان هو بالنسبه له الموضوع سهل يعني. طبعا ببساطه، واحد هو بيتفرج على الكوره تحس ايه ده، ايه الصعوبه دي، لكن لما تشوفها في رجله لا ده الموضوع سهل، حتى الجون الاول تلاقيه كانه بيطير كده على الكوره خلف المدافعين. لا ليفاندوفسكي بالتاكيد ابرز مكاسب الدوري الاسباني في الموسم ده، وبالاضافه طبعا لبرشلونه، لان بعد رحيل بنتكلم ميسي قبليه رونالدو، الموضوع كان في الدوري الاسباني صعب، فاعتقد وجود حاليا ليفاندوفسكي مهم بس جدا. الجول اللي جابه شبه جول سواريز اللي جابه قبل كده برضو مع برشلونه. سواريز برضو كان مهاجم خطير ومهاجم يعني بيعمل حاجات برضو، سواء كان في انجلترا مع ليفربول او في برشلونه، لكن نتكلم زي ما انت بتقول ليفاندوفسكي راجل دلوقتي يعني كان 33 سنه او حاجه زي كده، وعمل كل حاجه في بايرن ميونخ، وخد احسن لاعب في العالم مرتين، فانت طبيعي. في ناس بتحس ان ممكن لعيبه زي دي لما بتروح لا يعني، تخيل لما هو بيروح وفي بدايته بيجيب اهداف زي دي، فلا بتعمل طبعا ضجه وبتعمل حاله طبعا كويسه، وبرشلونه اصلا كان محتاج حاجه زي كده، خصوصا بقى كمان ان كريم بنزيما يمكن رد عليه على طول بالليل بثنائيه برده في مباراه اسبانيول، فهنشوف برده صراع جميل، ودي حاجه كويسه ان يبقى في بنزيما وليفاندوفسكي، هتبقى برده صراع جميل وممتع في الدوري الاسباني، وممكن خلي بالك وجود ليفاندوفسكي وتالقه وعوده برشلونه مع تشافي في وجود ريال مدريد، وان هو ماشي برده بشكل جيد في الليجا، تعيد مره اخرى فكره ان الناس تتابع الليجا بشكل اكبر وبشغف اكبر، الشغف اللي فقدته الليجا برحيل كريستيانو رونالدو اولا، لكن كان موجود ميسي، ثم بعد رحيل ميسي تحس ان الليجا اتطفت، فدلوقتي لا يعني الموسم اللي فات كريم بنزيما كان عامل حاله مخلي الناس كلها تتابع ريال مدريد وتتابع الليجا، لما جه تشافي مدرب لبرشلونه رجع الناس برده، والناس اللي بتحب تشافي وفتره تشافي ان هي ترجع تتابع تاني، فلا دلوقتي برشلونه كمان بيقدم كوره جميله جدا واستعاد بريقه، فاعتقد الليجا كمان السنه دي هيكون ليها حظ حلو، والناس هترجع تاني تتابع الليجا بشغف وبحب، وهنستمتع ان شاء الله باذن الله. نروح بقى معاك للرياضيه وعنوانها بيقول موناكو يوقف انتصارات باريس سان جيرمان. اعتقد يعني طبيعي ان اكيد باريس سان جيرمان يعني هياخد الدوري في الاخر، ولكن لازم في النص كده يقع يعني، وده طبيعي، يمكن ابرز مشهدين كانوا خارج النتيجه، بنتكلم امبارح يمكن شفنا كلنا صوره امبابي ونيمار اعتقد، وكان يعني ناس بتتكلم ان العلاقات رجعت تاني بشكل كويس ما بين الاثنين بعد فتره كده كان في مشاكل، وبيتكلموا على اوضه اللبس. تعتقد ان رجعت فعلا يعني ولا لازم كان لازم يرجعوها، ولو يعني ولو حتى بشكل تمثيلي عشان ده ما ياثرش بالسلب على الفريق، لان كمان يعني كل رده فعل وكل تعبير وجه الكاميرات بقت بتركز مع الاثنين جدا في اي لقاء بيجمعهم.
طبعا بتتكلم في مليارات بتجري في الملعب، طبعا والاثنين طبعا اكيد كل واحد في العقد بتاعه، يعني باريس عامل حاله خاصه كده في موضوع العقود ده، ودايما في مشاكل، لان اكيد كل واحد فيهم عنده في العقد بتاعه مميزات، ويعني اه بس باصص للكلام هي طبعا. على ذكر العقود يا استاذ ايمن برضو، يعني انا يعني لو انا غلطان في اللي هقوله ارجوك صحح لي المعلومه، بس على حد علمي او على حسب ما اتقال ان مبابي عنده تفصيله معينه في العقد بتاعه بموجبها يقدر يقول هو عايز مين يكمل ومين يقعد ومين يمشي وحاجات زي كده، ويقال ان هو استغل النقطه دي واتكلم فعلا مع المسؤولين في الاداره على فكره ان مفيش داعي قوي لوجود نيمار. والله انا ما اعرف، يعني هو وارد، هو لان كلام سوشيال ميديا، خلي بالك ده مش وارد، انا كلام الصراحه ما اعرفش، سوشيال ميديا في بس الاخر. وارد جدا يكون موجود حاجه زي كده في العقد، بس ممكن ما تبقاش بالشكل ده، بس يبقى مدينه، لان عقد مبابي، تجديد مبابي كان عقد، بنتكلم في حاجه كبيره جدا، طبعا بنتكلم كان طبعا تدخلات كبيره، يعني حتى سياسيا عشان خاطر مبابي يبقى في باريس سان جيرمان، فاكيد العقد بتاعه هتلاقي، يعني في يوم من الايام اكيد هيتسرب التفاصيل بتاعته بشكل او باخر، فهنلاقي حاجات غريبه كده في العقد ده، ولكن زي ما انت قلت على الاقل ظاهريا لازم يبان للناس والاعلام عشان الفريق نفسه يعيش في حاله هدوء وبعيدا عن المشاكل. والمشهد الثاني زي ما بقول لك لقطه ميسي لما تبدل في الدقيقه 87 وهو قاعد مذهول على الدكه والفريق متعادل، فطبعا الدكه بالنسبه لميسي ورونالدو الفتره الاخيره الموضوع هنشوف مشاهد زي دي كتير، زي ما رونالدو ما بيبدأش مباريات، ميسي دلوقتي بقى بيخرج من الملعب بشكل عادي، يعني المدرب ممكن يغير ميسي، فاللقطات دي برضه هتبقى يعني حديث الصحافة الفترة اللي جاية يعني. أكيد هو ميسي يتغير برضه بسهولة. طيب تعالى بقى نروح بقى لتفصيلة يعني غريبة جدا، موقع كورة بيتكلم فيها عن ماتياس يفتح النار على شقيقه بوجبا، وبيقول له بيقول عليه يعني أنت خائن ومنافق ومتورط في السحر، ان فتح ماتياس بوجبا النار على شقيقه النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس، واتهمه بالخيانه وبالنفاق، وكتب الكلام ده على موقعه على حسابه على الانستجرام، ونزل معاه يعني مقطع فيديو بيشرح فيه وبالتفصيل هو بناء على ايه بيتهم اخوه بالاتهامات دي، وفي نفس الوقت كان الرد اللي جه ان اخوه تقدم ببلاغ الى الشرطه عشان بيقول ان اخوه يعني شقيقه بيساومه وبيبتز وعايز منه 13 مليون يورو، ايه القصة دي؟ واضح ان في هنشوف يعني حاجه الفتره اللي جايه، يعني في الموضوع ده هتبقى مثيره جدا، والناس يعني هتتابعها، وانت عارف برضو الصحافه عموما في اي مكان بتحب تجري ورا الحاجات اللي زي كده، لا لكن وده واضح ان موضوع شيق وحرش من غير حاجة يعني. الموضوع ليه علاقه، يعني واضح ان في فلوس، ما انت يعني ايا كان بقى مين في بيبتز مين، ابتزاز واضح ان الموضوع يعني واضح ان هم مختلفين على مبلغ حلو كده، لان غريبه يعني فجاه كده شقيق بوجبا يظهر ويتكلم ان هو طبعا هيتكلم عن اخوه، وهيتكلم عن امبابيه، وهيتكلم عن رايولا وكيله يعني، وهيفضح ومعاه مستندات. طب انت وعلى لو في حاجه، فكره الجزء ده من كلامه المتعلق بمبابي هو ده اللي كان متعلق بمساله السحر، وبيقول ان انا يعني هعرف الناس كلها ان انت بتلجأ للسحر ازاي وحاجات، فقصه عجيبه قوي يعني ازاي. قصة عجيبة، وحتى توقيتها احنا يعني توقيتها غريب، لكن زي ما بنقول كده هتلاقي اكيد، يعني اكيد الموضوع ده يبقى وراه ان هم مختلفين على حاجة تتعلق ماديات بفلوس او عقود معينة، لان يعني اشمعنى دلوقتي، يعني هل افتكرت دلوقتي ان اخوك بيعمل سحر، بيعمل حاجة، ان هو شخص مش كويس، طب كنت فين كل الفترة دي؟ صحيح واضح ان هو دلوقتي تحديدا في حاجة ما، وهنشوفها، وادينا شفنا اول تحرك من بوجبا ان هو راح لجأ للشرطه، وان هو بيقول ان هو بيبتزه تقريبا عايز منه 13 مليون يورو او حاجه زي كده، هنشوف التحقيقات. اخو بوجبا طلع قال لا ده هو بيضحك على الشرطه، انا هطلع افضحه، فخلينا يعني هنشوف الايام اللي جايه القضيه دي على هتمشي رأي لحد فين. الموروث القديم والمثل بتاع زمان الحلو بتاع المصريين يقول لك قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، بكره هنقعد ونستنى ونشوف بس ايه اللي الدنيا بكره ممكن يبقى ب 13 مليون يورو. صح. عموما انا بصبح عليك وبشكرك جزيل الشكر يا ايمن على وجودك معانا كالعاده، بنسعد دايما بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، كل شكرا الشكر يا ليك، كريم، الشرف ليا. ربنا يخليك.
طيب ده كان الاستاذ ايمن جلبرتو الصحفي والناقد الرياضي اللي خدناه كده ايه على غيار الريق، ده تلاقيه الراجل لسه حتى ما لحقش يفطر، بس الحقيقه دايما بيسعدنا وبيثري الحوار دايما بكلامه وبمعلوماته وباسترساله وبتدفقه. الحقيقه ايمن من الشخصيات الجميله جدا اللي دايما بينورنا في البرنامج. تعالوا بقى نروح للاخبار المختلفه بقى، تعالوا نروح للدوري الاماراتي حيث اقامت رابطه المحترفين الاماراتيه في ابو ظبي حفل توزيع الجوائز السنوي لموسم 2021-2022، والحقيقه كان في شبه سيطره كامله من يعني فريق او من نادي العين. فاز لاعب وسط العين بندر الحبابي بجائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب اماراتي، فيما ذهبت جائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب اجنبي لمهاجم نفس الفريق لابا كوجو اللي يعني الحقيقه امتع الجماهير طوال الموسم اللي فات ويسجل اعتقد 26 هدف لو انا ما كنتش غلطان، وكمان حافظ نادي العين على تفوقه خلال حفل توزيع الجوائز حيث فاز مدربه سيرجي ريبروف بجائزة المدرب الأفضل، فيما حصل مدافع العين على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب، وفاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى حارس مرمى فريق العين خالد عيسى، فيما حصل زميله سفيان رحيمي على جائزة أفضل لاعب في العام. الحقيقة يعني سيطرة كاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تعالوا نشوف ونتابع إيه اللي حصل ونرجع نكمل. استاهل التحية الفتى الذهبي لهذا الموسم، شكرا لك يا حارب. معكم والفايز سفيان رحيمي من نادي العين. ألف مبروك للاعب سفيان رحيمي. تحية حضورنا يستاهل أفضل لاعب باختيار الجماهير، قلب الكرة معشوقة الجماهير اختيار سفيان رحيمي. ريبروف مدرب فريق العين مبروك مبروك. العين. زوينا رسلامة كوتو الفائز بالكرة الذهبية. لحامل الكرة الذهبية كل موسم ينتظرون هذه اللحظة، نجم حامل الكرة الذهبية مرحلة هو بحد ذاته أصلاً فوز فوز وتتويج، فمبروك للجميع والكل فايز. طيب احنا بكده حضرات نكون انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا النهارده الساعة الأولى، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل بقى البطل كابتن أنور الكموني وحوار اعتقد هيعجب حضراتكم، خليكم معانا. يا اهلا بكم مره ثانيه، انا مش عايز اطول في التقديمه لان انا عايز استغل كل لحظه الحقيقه في الفقره دي عشان اعرف حضراتكم انا كنت اقصد ايه باللي قلته في الانترو في مقدمه حلقتنا النهارده لما كنت بتكلم عن الاشخاص الملهمين. احنا منورنا كابتن انور الكموني، هو بطل على الصعيد الرياضي كبطل في رياضه التنس، والاهم انه كمان بطل على الصعيد الشخصي والانساني، ولم يكتفي بهذا الامر ده كمان بقى مانح للامل من خلال مبادره اسسها اسمها مبادره مانحي الامل. بحييك وبرحب بيك مره ثانيه معانا في 10 الصبح في الاهلي، حضرتك نورتنا من حوالي سنه ونص لو انا مش غلطان صح كده؟ اهلا بيك مره ثانيه. اولا مشكورك جدا، على فكره انا بتفائل جدا بالبرنامج اللي كانت انت كنت اول برنامج اتعمل قبل بدايه الحمله السنه اللي فاتت وقتها. كان اول حاجه من سنه ونص تقريبا كنا في الاستوديو الاولاني بالظبط كده. يعني والحمله نجحت نجاح يعني انا بقول ان هي يعني لا تقل معجزه عن معجزه شفائي لو انا ربنا سبحانه. احنا عايزين نقف بقى عند اللي حصل معاك انت الاول قبل ما نتكلم عن يعني عايزين نتكلم عن نجاحك انت قبل ما نتكلم عن نجاح الحمله. تعالى كده للي من الناس ما كانش حاضرنا في القعده الاولانيه اللي قعدناها من سنه ونص واللي عرفنا من خلالها في ذلك الوقت ان انت من اول ما عرفت الخبر ان انت مصاب بالسرطان فانت قررت ان انت تتحدى المرض بالرياضه، ما تيجي نعرف الناس ده حصل ازاي؟ يعني هو انا جالي طبعا فشل في النخاع العظمي واخطر من السرطان، ده اخطر مرحله بتحصل في السرطان لما في 2007 وده لما النخاع العظمي فشل في النخاع العظمي ده اخطر من السرطان طبعا، ان هو في بقى محتاج زرع نخاع متبرع غير الجرعات الكيماويه الكبيره غير 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 طبعا، فده اخطر مرحله يعني ان السرطان في رياضيين رجعوا منه، حتى الرياضيين اللي رجعوا منه هم ثلاث لاعبات سيدات في التنس رجعوا منه تقريبا وكانوا توب 100 يعني كانوا من افضل 100 في العالم لما رجعوا يعني كانوا قبل ما يصابوا كانوا جوه ال 100 اصلا. ايوه لما رجعوا ما قدروش يستمروا من كتر حجم الاصابات اللي بتحصل. طب وده كان مده العلاج 6 شهور او سنه تقريبا، مفيش حد استمر، انا قعدت 7 سنين.
فبالتالي نسبه الرجوع تكاد تكون صفر. يعني انا لما في اتحاد دولي السرطان لما كتبوا على صفحتهم وده اكبر حاجه في السرطان الرياضي الوحيد في العالم ذا اونلي اتليت عشان ما فيش حد رجع لاي نوع من الرياضه بعد زراعه النخاع العظمي من متبرع. اي شخص بيصاب بالسرطان غالبا ما بيتعامل مع الموضوع على اعتبار ان هو ده النهايه او هي دي النهايه. في حالتك انت الوضع كان معكوس، انت اتعاملت مع الموضوع ده على اعتبار ان هو بدايه لحاجات حلوه كتير كلها اتحققت الحمد لله. الحمد لله. يعني الرحله دي كنت ماشي فيها ازاي وكنت بتمارس رياضه وبتلعب تنس وبتاخد بطولات ازاي؟ العكس، انا كنت بتمرن، بحاول اتمرن كتير ما بنجحش في اي محاولات كتر عدد الاصابات اللي بيحصل. يعني قعدت اول 7 سنين برجع فيهم لما حصل فشل في النخاع العظمي والعمليه اتعملت ما حصل مشاكل بعد كده طرد عكسي مزمن. يعني الجسم حارب النخاع والنخاع حارب الجسم. فبالتالي حصل مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الكبد طبعا. التدمير في الجهاز الهضمي بشكل كبير، مشاكل في الكلى، الجلد بدا يتاثر. في السنه الثالثه حصل غرغرينه في ايديا، كان المفروض يحصل بتر والدكتور حسام كمان تدخل وما حصلش، ودي معجزه برضو ان بتر يعني غرغرينه يعني بتر، ده ما حصلش معايا غير صغير جدا بس اللي حصل. كورتيزون 7 سنين، يعني وزن 140 كيلو، يعني هشاشه في العظم، مفيش عضلات. حجم اصابات غير عادي بيحصل بعد 4 سنين. يعني عشان تتمرن 5 دقايق محتاج علاج طبيعي بشكل كبير جدا وما ينفعش يحصل كمان. فكلها حاجات مستحيله، 7 سنين بتحاول ترجع لغايه ما بتيجي في 2014 بعد 7 سنين يبتدي الجسم من 5 دقايق تدريب بعد سنتين توصل 3 ساعات تدريب. 2015 بلعب بطولات محليه، 2016 بقيت العب بطولات دوليه. من 2016 لغايه 2019 و20 اتعملت اتصاب طول الوقت. يعني حتى لغايه النهارده طول الوقت عملت اتصاب ان الجسم في اماكن ضعفت او في اماكن الجسم لسه يعني استهلكت يعني او استنزفت من الكورتيزون طبعا. ومع ذلك لسه بلعب. ومع ذلك في 2019 قدرت ادخل التصنيف العالمي تاني لكون الرياضي الوحيد في العالم اللي عمل ده ولسه قادر العب تاني. انت وقتها كابتن انور يعني حبيت تمارس طبيعتك ولا كان قرار ان انت عايز تتحدى بالرياضه اي عوائق انت بتخوض فيها؟ هو الامل، يعني بمعنى اصح العالم الطبيه لما تخش على النت كان بيدور ان في حد رجع للرياضه تاني ما بتلاقيش حد رجع. فده بيسبب احباط ان طبيا علميا رياضيا مش هينفع. فكان الامل بيقول لك طب انت ليه يعني ليه ما تبقاش انت يعني ليه ما تكسرش القاعده دي؟ هو ده النهارده الرياضه تخش. تخيلت وقتها في نفسك ان انت عندك القدره على كسر القاعده دي؟ القاعده بتكتشف بالمحاولات الكتير وممارسه البطولات الكتيره والمحاولات مهما كانت النتيجه ايه، بس القاعده اصل انا ربنا سبحانه وتعالى كان بيهيئني نفسيا، عارف ما بيخليك تمر انك تبتدي تنس متاخر، تمر بمراحل خسائر مش قليله. فكل ده بيهيئك نفسيا ان انت بتواجه مش بتهرب، على طول بتحاول. هو القدره على المواجهه ما هياش خاصية موجودة عند كل الناس، لأن في ناس للأسف بتكون يعني من غير حاجة انهزامية، ما بالك وهم عندهم حاجة أو مصابين بمرض وخصوصا لو كان مرض عضال من الصنف ده. ففكرة التحدي والمواجهة مش كل الأشخاص عندهم القدرة على ده. برضو أنا أفرح يعني برضو يعني كل الأشخاص لو استخدموا القدرة ربنا ادها لهم، بس ربنا اداني حاجات أو وراني حاجات، يعني بمعنى أصح لما يحصل غرغرينة وتخف دي معجزة. لما تقعد 7 سنين مرض وترجع، فبقيت عارف ان انا مهما هطول هنجح في الاخر. ان قعدت 7 سنين، 7 سنين ده اطول مده سرطان ممكن اي حد يمر، يعني مفيش يعني انا ما جاليش سرطان بس جالي فشل في النخاع العظمي، هو اخطر من السرطان ونفس البروتوكول العلاج يمكن اكتر ونفس الدكاتره دكتور حسام كامل طبعا دكتور امراض الدم. 7 سنين علاج، فبالتالي انا اتعودت، انا كنت مهيئ نفسيا ان انا مهما هيطول في الاخر هينتهي بالنجاح، بس لازم افضل احاول. وكان عندك اليقين بده. ما انا نجحت ب7 سنين في الاخر، يعني في الاخر بيت الرياضي الوحيد في العالم، ما كنت طبيا رياضيا صحيا ما ينفعش يحصل. يعني النهارده لما جت الحمله اتعملت لو دخل روح ركزت في الحمله مين دخل فيها؟ مش ستيف الحمله دي استنى بس انا مش بتكلم على الحمله دي عايزينها قطعيه لوحدها. لا انا بتكلم على الجهات الطبيه الكبيره في العالم دخلت ليه؟ ان في نظرها قصاد حاجه ما حصلتش طبيا في العالم. فبالنسبه لهم احنا معاك عشان انت واحد في العالم، فانت الامل الحقيقي اللي ممكن يخلي اي مريض سرطان يشوفك يصدق انه هيخف. ان هي العلاج السرطان جزء كبير منه حاجه نفسيه طبعا، والحمله شعار برضه ما توجهتش للسرطان بس، عشان الامل هو الاساس في الحياه، الامل لاي حاجه، عشان كده احنا انا ما خليتهاش بس سرطان. يعني مهما الدنيا تبدو سوده دايما في امل. انت حضرتك متخيل 7 سنين مهما يعني كنت متحاوط باحباطات واوجه ياس مختلفه دايما في امل. وعلى فكره الانسان طبيعي، انا ساعات كنت بحس ان انا فعلا مش هنجح، انا فعلا مش هخف، يعني الانسان طبيعي لازم يمر بلحظات ضعف، ده طبيعي، طبيعي ان الانسان يشك هو صح ولا غلط، بس الصح بقى ده ما يخليش ده يتملك منه، لازم ان مفيش حاجه هتغير غير ان الانسان يشتغل او يحاول.
مفيش حاجه هتغير غير الانسان يفضل يحاول. صحيح. لو قعد يعيط 100 سنه قدام مش هتجيب نتيجه. صحيح. يبقى مرضي. طيب خلينا بعد اذنك نقف عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل دردشتنا. اتفضل. والله يا ريت حضراتكم كنتوا قاعدين معانا في الوقت الفاصل ده، والكلام المهم قوي اللي كان يعني بيتكلم فيه كابتن انور الكموني، واللي يعني هحاول الخصه لكم هو كله بيصب فيه فكره ان يعني اي حد في ازمه صحيه بشكل عام وخصوصا مرضى السرطان، اتقال كلام كتير قوي كله ماشي في سكه ان الحكايه كلها الليله كلها في الحاله النفسيه، ان لو حالتك النفسيه مظبوطه هتقدر تدخل الحرب وتخوض في كل تفاصيلها، وارد جدا ربنا يكرمك في اخرها. اه ده حقيقي. ما هو يعني انا النهارده اللي مخليني بحارب طول الوقت ليه؟ وعارف ان هكسب باذن ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ان انا قعدت 7 سنين في مراحل ضعف. 7 سنين جسمي ضعيف، جسمي هزيل، شكلي مش الشكل الطبيعي اللي كنت عليه. وزني 140 كيلو، مفيش شعر، شكل صعب. مش ده الشاب الرياضي اللي كان قبل المرض. طبعا. اه طبعا. والنهارده رجعت كما كنت، بس بعد كام سنه؟ نتيجة حرب. عشان كده بقول لحد مفيش مستحيل، ان لو في مستحيل انا ما كنتش هبقى موجود. الجمله دي انا بحب اقولها كتير. صحيح. اتقال دكتور حسام كامل، وده دكتور عظيم بصراحه، وانا يعني ربنا جعله سبب في شفائي، ان المعجزه من عند ربنا. ما هو قال في الفيلم اللي اتعمل وثائقي، مفيش طبيا مفيش حاجه بتقول كده. في سويسرا لما كنت في اليو اي سي سي قالوا نفس الكلام، في حتى على موقعهم كتبوا ذا اونلي الرياضي الوحيد. ما هو ده مستحيل. طب ليه الناس مش واثقه ان ربنا بيدي معجزات؟ بس ربنا ما بيديش المعجزه لحد ما بيعملش حاجه، هو لازم يحارب ويستحمل. صحيح، عندك حق، عندك حق. انت كمان عديت المرحله دي وحبيت تبقى، هو انت من غير ما تحب انت بقيت كده بالفعل ملهم للاخرين، بس انت حبيت تمشي الحكايه في اطار مؤسسي وفي صوره حمله او مبادره مانحي الامل. ما تكلمنا كده، احنا عندنا حوالي اقل من 4 دقائق على نهايه الفقره دي، عايزين في الـ4 دقائق دول نفهم الناس ايه هي الحمله. هي القصه كلها جت بعد لما لقيت نفسي بتعزم في فعاليات كتيره في العالم، بقت تقرر من جهات كبيره طبيه وتيدكس او غيرها، وزي اليو اي سي سي زي في فرنسا، في حاجات كبيره اتكرمت فيها بره. فبداوا يطلبوا مني ان انت ليه ما تبقاش عندك حاجه تساعد الناس يعني. فانا كنت شايف ان اقدر اقول للناس حاجه غير الامل. والامل ده مش لمرضى مش السرطان بس، للايتام لازم يعرف ان هو من غير اب وام محتاج امل. هيقدر يعالج طبعا. للناس اللي ذو احتياجات خاصه، انه في ناس منهم ابطال على فكره، حتى اللي بيلعبوا تنس على الكرسي حاجه صعبه جدا. للناس اللي فقدت الامل في حياتها عموما او الانهزاميه فعلا، الناس دي محتاجه امل عشان تقدر تفهم الحق احسن. فالحمله انا فكرت احنا ليه ما ننشرش الامل؟ والحمله بدات تكبر يعني. مثلا احنا الحمله في كل حته في العالم النهارده تقريبا، حاجات كتير دخلت فيها. دخل مثلا في الكويت الشيخ عزه جابر علي صباح اللي هي رئيسه جمعيه السدره، وصلت ل 14 دولة حسب ما انا عارف، وعملت في الكويت حاجات كتيرة جدا، وكسبت السنة اللي فاتت الجائزة الإنسانية، هي رئيس الشرفية للحمل. طبعا الراعي الخيري للحمل بهية، إن أنا سافرت بـ5 سنين. بهية طبعا من أفضل الحاجات اللي موجودة في مصر، وأكثر حاجة بتقدم دعم نفسي وعلاج بشكل غير عادي، وأنا بحبها جدا. طبعا دخل برضو النقطة الثانية، دخل في تونس مدام روضة بن ميلاد زروق رئيس جمعية ام سي، ست دي عظيمة جالها سفر أكثر من مرة. في فرنسا دخلت معانا مدينه ليميغول، ليميغول الفرنسيه. وطبعا السفير المصري السفير علي يوسف على طول كان بيهتم بالتفاصيل دي، يعني الراجل ده بيحب مصر جدا. وحضرت في المكسيك، كنا في المكسيك قريب، جايين من المكسيك رئيس المدينه وعملوا ماراثون وكرمنا هناك، وكانوا مهتمين جدا بالحمله. في سويسرا برضو دخلوا معانا حاجات كتيره برضو في سويسرا. عندنا في المغرب، في لبنان، جمعيه بربر بن نصار. ما شاء الله. فالعالم كله بدا ياخد الحمله. عندنا في مصر متطوعين كتير جدا نزلوا بيعملوا خير، ان الحمله غير موجهه يعني. ما انا صح، المتطوعين بينزلوا يروحوا كل الاماكن عشان يساعدوا البني ادمين، يروحوا كل اي مكان خاص بالدوله. طيب انا عايز، انا اولا اسف لمقاطعتك، بس عشان الزملاء بيقولوا لي ان احنا خلاص وقتنا بيوشك على الانتهاء، انا عايز استاذنك بحكم كونك شخص ملهم وبحكم كونك مانح للامل، عايزين نسمع منك كلمه توجهها لكل مريض سرطان بصفه خاصه بيتفرج علينا دلوقتي. كل مريض سرطان هي مرحله صعبه، ده اكيد مرض مش سهل، ده اكيد. بس لازم يبقى عندك يقين ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك، ولازم تحارب ده، انك في الاخر هتحارب وهتنجح. ولو انت شايف ان ده مش هيحصل، فاعتقد لو انت بصيت عليا هتلاقيني عملت ده. ولو بصيت على قصص ناس ثانيه في حاجات ثانيه هتلاقيه عامل ده برضه. بس ربنا ما بيديش المعجزة غير للي بيحارب. معجزة موجودة في الأرض، بس ربنا مش هيديها لبني آدم غير اللي بيحارب وعارف إنه هيكسب عشان هو بيحارب.
والسرطان مش بالضروره يكون معناه النهايه. لا خالص العكس، ما هو بدايه الحياه. يعني انت سالتني تتمنى ده يحصل لك قبل كده؟ اقول لك اه اتمنى، ما دام انه هيغير في عالم باكمله. الحاجه الثانيه كمان عشان ابتدي خالص، في حاجه في مصر مهمه قوي حصلت، ودي اكتر حاجه يعني احنا دخل معانا في الحمله حاجات كبيره زي بيتر وولد فاند وجايين مصر حفل الختام، حاجات في عالم كتيره جدا. مصر فيها حاجه حلوه قوي، انا مع نفسي بشوفها مش مصدق قد ايه دي احلى حاجه. شباب مصريين في ظروف اقتصاديه صعبه بينزلوا يروحوا يزوروا ايتام بكميات غير عاديه ويزوروا مرضى ويعملوا خير. انت متخيل قد ايه البلد دي متكاتفه؟ يعني قد ايه البلد دي بتدي رساله للعالم؟ لو دخلت على صفحه الحمله بتشوف الحاجات الحلوه قد في مصر قد ايه الشباب ده او الشباب الموجود ده. يعني انا عايز اقول لوزير الشباب يا ريت تكرمهم او تكرم كل الشباب اللي بيعمل خير فعلا، ان الناس دي احلى صوره ممكن تكون موجوده. ليه؟ ان الناس دي بتاكد للعالم كله قد ايه البلد دي ايد واحده فعلا. عشان كده كنت بقول لك ما هو دي من ضمن اوجه حلاوه مصر والمصريين. بالظبط كده. وانت واحد من الحلوين في مصر، واحد من الملهمين في مصر. انا بحييك مره ثانيه وبشكرك مره ثانيه على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، وبتمنى لك كل الخير والصحه والتوفيق اللي في الدنيا كلها. بشكرك على وجودك معانا، نورتنا. طيب يا حضرات، احنا الفقره الحواريه الاولى انتهت، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل الدكتوره ايمان المراكبي عشان عندنا كلام مهم عايزين نتكلم فيه، خليكم معانا. يا اهلا بكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي، وتاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، الفقره اللي هتنورنا من خلالها الدكتوره ايمان المراكبي استاذ طب المخ والاعصاب بجامعه عين شمس، واللي مشكوره هتكلمنا النهارده عن العلاقه ما بين مضاعفات السمنه والانزلاق الغضروفي. صباح الفل عليك يا دكتور، واهلا بك. صباح الفل، اهلا وسهلا بحضرتك. كله تمام الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. النهارده عايزين نتكلم معاكي عن الجزئيتين دول، السمنه ويعني طبعا مشاكلها وانعكاساتها وعلاقتها بالانزلاق الغضروفي. بس خلينا في البدايه بعد اذن حضرتك نعرف الناس اصلا يعني ايه انزلاق غضروفي. تمام، اول حاجه احنا عندنا الفقرات ربنا خلقها بتبقى فقرات فوق بعض كده زي العمود، عارف انت بالظبط كده العمود اللي بيودوه السجن دوت لما يكون واحد مسجون ويجيبوا له عمود اكل. ايوه عارفها دي. ايوه بالظبط، هو التشبيه كده. ده الزياره بتاع الزياره. الزياره بالظبط كده. فده بيبقى حاجات فوق بعضها زي الحلل كده. اوكي. دي الفقرات. اوكي. في النص بقى ربنا عامل حاجه علشان تمتص الصدمات. حاجه جيلاتينيه يعني. ايوه جيلاتينيه. أوكي. اللي هي الغضروف. الاحتكاك يعني ما بين بالظبط عشان دي عظم فكتر الاحتكاك. يعني مثلا اللي عندهم خشونه في ركبهم بتيجي من ايه؟ من كتر الاحتكاك. أيوة. فنفس القصه عندي في الفقرات. الفقرات كلها بقى سواء عنقيه، صدريه او قطنيه او عجزيه، كل دي بينهم وبين بعض في ماده جيلاتينيه بنسميها الغضروف. اوكي. ايه اللي بيحصل لما انا ازيد في الوزن قوي؟ يبتدي يتزحلق، عامل زي الكومه بتاعت الكتب. اوكي. لما تيجي انت تضغط عليها بزياده من فوق، اوكي، بتتزحلق، بتبتدي تقع بقى من الجوانب. ايه اللي بيبتدي يقع؟ الديسكات دي بتنهار ويتقطع جزء منها، هي بتبقى عامله زي القرص كده. اوكي. زي الديسك، هي اسمها ديسك فهي اذا قرص. قرص بيبقى ليه حوافي، دي بتتقطع زي ما انا عامله صباعي كده، بتتقطع وتتفتح. أوكي. الماده الجيلاتينيه اللي جوه بتنط جوه بره، تتسرب بقى من الفتحه دي. بالظبط، تتسرب من الفتحه دي وتضغط لي على جذور الاعصاب اللي طالعه بين الفقرات. اوكي. طب العلاقه بين الانزلاق الغضروفي والسمنه المفرطه، وان كانت تبدو منطقيه بتالي فكره الوزن الزايد هو اللي بيشكل الضغط اللي حضرتك بتتكلمي عليه. بالظبط، تبتدي المسافات تقل بين الفقرات وتبتدي الماده الجيلاتينيه دي تبقى مضغوطه وتنزل، فاذا دي مشكله لان خلاص انا مش هيرجع الفقرات بتاعتي طبيعيه زي ما ربنا خلقها ابدا. اوكي. طيب يعني بالوضع ده هيحصل مشكله ولازم يا نتدخل جراحيا او نعمل علاج بقى دوائي والمريض يستحمل ويبقى حاجه مزمنه ونمشي عليها. فتخيل انا بقى لو منعت السمنه من الاول مش هيحصل كل ده. طبعا. طيب نمنع السمنه من الاول ازاي؟ ان انا ابتدي اخد في منتج اسمه بيستا. اوكي. المنتج دوت عشان نجيب نتائج سريعه بالذات اللي هم لاقيين نفسهم زايدين في الوزن ولسه ما حصل لهمش انزلاق غضروفي، والوقايه خير من العلاج. اكيد. يبقى انا احافظ على نفسي واقلل وزني، استخدم المنتج اللي اسمه بيستا. ده عباره عن اكياس بتتدوب في ميه او عصير او حليب او لبن يعني منزوع الدسم. وتتاخد قبل الوجبات بنص ساعه. أوكي. المفروض قبل وجبتين طول ما انا مثلا اقل من 100 كيلو 90 كيلو. فوق ال 100 كيلو يبقى ثلاث وجبات. ثلاث مرات قبل الثلاث وجبات. بالظبط بنص ساعه. أوكي. وطعمه حلو جدا، هو طعمه التفاح الاخضر. اوكي. فاذا طعمه حلو وكويس جدا على فكره. انا عن نفسي جربته مره. أوكي. عشان اشوف التيست وانا بقول للناس يعني. طبعا. لقيت التست بتاعه كويس قوي، وهو اساسا مكون من الياف طبيعيه، ثلاث الياف رئيسيه اللي هو السيليوم والشوفان
ورده القمح. الثلاث الياف دي معاهم كروميوم، الكروميوم ده ماده بتزود الحرق، وطبعا احنا عندنا معظمنا الحرق قليل، السن، زياده الوزن، قله الحركه، الكلام ده كله بيقلل الحرق. الشوفان طبعا من ضمن يعني خصائصه اعتقد ان هو بينفش صح جوه المعده. برافو عليك بالظبط. بس هو هو من الحاجات اللي في ناس بتاخدها عشان تزيد وناس بتاخدها عشان تخس. عشان تخس صح. زي التونه كده، في ناس تاكل تونه عشان تخس وناس تاكل تونه عشان تربي عضلات وتزيد في العضل. في حاله الشوفان ايه بقى اللي بيفرق؟ ايه اللي احنا محطوط البروسيسنج نفسه بتاعه والنسبه اللي محطوطه، يعني النسبه اللي محطوطه مقرره علشان ان انا اخس. أوكي. مش ان انا ازيد، لان انا لو زودت قوي في نسبه الشوفان اللي موجوده ممكن الواحد يتخن. عشان كده احنا بنقول والحمد لله ان احنا بناكل ثلاث مرات بس في اليوم، فاذا هي الحكايه محدوده والنسبه محسوبه، فالشوفان هيخسس. مش هل جنين القمح نفس الكلام اللي بيتقال على الشوفان ينطبق عليه ولا ده ليه وضع تاني؟ ما هو رده القمح بقى احنا محطوط فيه رده القمح. رده القمح دي من الحاجات طبعا الصحيه والمغذيه جدا. أوكي. وفي نفس الوقت برضو الياف بتنفش لما ينزل بقى، يعني تنزل في المعده مع الميه وكده اللي احنا بندوبها عليها، بتنفش وتاخد سايز اكبر بحيث تملالي جزء كبير من المعده. يتفضل لي جزء بسيط جدا اللي هو يعني احتاج انا اكل بس علشان ابقى اسمي بس ايه قدامي الحاجه واكلها مش حارم نفسي. طب انا لو وصلت للمرحله دي هل ده مش هيفقدني كتير من المعادن والفيتامينز والمينرالز اللي ممكن كنت احصل عليها لو زودت شويه البورشن بتاعت دي الاكل؟ دي نقطه مهمه. اول حاجه ان البيستا نفسه في عليه حاجات بتعوض المعادن والفيتامينز بنسب طبعا بسيطه. أوكي. دي في حد ذاتها بتخلي ان انا لو استخدمت البيستا مفيش عندي خطوره من اي اعراض جانبيه ولا حاجه، لان هو طبيعي خالص، منتج طبيعي تماما. المنتجات كلها طبيعيه. طيب فانا بستخدم معاه منتج تاني اسمه الب مالتي فيت. اوكي. الالب مالتي فيت مكمل غذائي. مكمل غذائي حلو. لو استخدمت الاثنين مع بعض ده طبعا البيست، ده احسن حاجه ان استخدم حاجه بتخسس وحاجه بتعزز المعادن والفيتامينات في جسمي، يبقى انا كده عملت المعادله الصعبه. في سن معين يقدر يعمل المعادله الصعبه دي ولا طبعا. يعني او ابتداء من مرحله سنيه معينه؟ من سن 13 سنه ممكن ابتدي استخدم الاثنين دول مع بعض من 12 13 سنه، لان فعلا في اطفال كتير بيعانوا من السمنه المفرطه. طبعا طبعا انا بحزن والله، بلاقي اطفال صغيره يعني. والاقيهم مش قادرين يمشوا طبعا. والاقي الركب بايظه وصغيرين قوي على كده يعني. انا شفت انزلاق غضروفي في سن 13 سنه. يا ساتر. تخيل بقى، يعني هتبتدي حياتها ساتر. وبنوته، وعلى فكره عملت عمليه واتعمل عليها بحث دولي واتنشرت ان دي يعني من السن الصغير قوي اللي ممكن تعمل عمليه انزلاق غضروفي وهي طفله. طبعا طبعا. بسبب مشكلة ايه؟ جدا يعني اوفر ويت، كانت اوبيز جدا وزنها زايد جدا. فتشوف الخطوره. طب انا ايه اللي يخليني اعيش عمري كده وانا عندي منتج بمنتهى البساطه متاح في الصيدليات كلها، ومعاه كمان العرض اللي نازل معاه فيتامينز اللي هو الالب مالتي فيت، ان انا امشي بالكلام ده هقل في الوزن وما اضطرش ادخل في حاجه زي كده. فانا دايما امشي بيه يعني، يبقى ده لايف ستايل ولا امشي على الادويه او على الاثنين مع بعض لغايه ليميت معين انا ابقى مرضي فيه؟ هو طبعا هو لايف ستايل. يعني ايه؟ يعني زي الجيم كده. انا بروح الجيم عشان انزل في الوزن وعشان يبقى عندي لياقه وعشان عضله القلب تبقى كويسه والنبض بتاعي يتظبط والضغط بتاعي يتظبط واستغنى عن اي ادويه ضغط. نفس القصه، ده بيخليني اشبع فبالتالي اكل قليل، فبالتالي الدهون تقل. اللحمه الحمراء اللي انا باكلها كل شويه، ناس عندها فهم ان كله لحمه حمراء. احنا الشعب الوحيد على فكره بياكل لحمه حمراء بالحجم ده. عندنا كلتشر ان انا طبعا. لو ما اكلتش لحمه حمراء يعني دايما يقول لك ايه ده، في ناس ما بتاكلش اللحمه. على فكره بره ما بياكلوش اللحمه كتير اصلا يعني. يعني ممكن تستعيد اللحمه دي عن بصدور فراخ مشويه، ببيض، بياض البيض. ايوه. نرمي الصفار على فكره، دي معلومه مهمه. يعني ممكن حضرتك تفطر بيضتين الصبح مسلوقين وترمي واحده منهم صفار، يعني ترمي صفار واحده منهم. اوكي. ده أو عشان ده اللي عايز يخس، يعمل اللي عايز يخس. اللي عايز يخس، اللي عايز يخس بس. أوكي. عايز يربي عضلات او يحافظ على العضلات في جسمه ما تخسش، يبقى بياض البيض هو اللي اهم من الصفار. بياض البيض يعني مثلا انا هقول لحضرتك، انا كنت مثلا ماشي على دايت قبل كده. اوكي. انا ماشي على طول على دايت الحقيقه. أوكي. بس في دايت من المرات اللي كنت ماشي عليها كان بفطر الصبح 6 بياض بيض. اوكي. اسلق 6 ست بيضات وارمي الصفار بالكامل. اوكي. واكل بياض بس ومعاه مثلا حاجه تانية، جبنه قريش بتاع، كله محسوب بالكالوريز. اوكي. فاذا لو انا عرفت الصح ايه مع الاستخدام بتاع البيستا والالب مالتي فيت والدايت زي ما انا بقول، ان انا حافظ برضو على نسبه البروتين في اكلي، اقلل الكربوهيدرات، الكلام ده كله، الدنيا هتظبط معايا جدا وهخس من 8 ل 12 كيلو
في الشهر. على فكره ده رقم وهمي، ده رقم رقم فلكي. طب والنزول المفاجئ ده، تعالي نقف عند ال 12 كيلو اللي يخسروا 12 كيلو في شهر ولا اي حاجه، قول لي اي دروبات بتحصل معاك ليه بقى؟ ليه؟ اول حاجه انا الدهون دي زايده عن حاجتي. انا جسمي مش محتاجها، انا بتخلص من سموم وعلى فكره الدهون الزياده دي بتعمل في البنات مصايب، بتعمل تكيسات على المبايض ومشاكل في الانجاب طبعا، ومشاكل في الدوره الشهريه طبعاً. ويبتدي يحصل حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري سيندروم، ده اللي هو تكيسات كتير على المبايض وظهور شعر في الوش، يعني انتهت يعني 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 سيده هتفضل تتابع طبعاً مع دكتور النساء على طول. فاذا الدهون انا بتخلص من حاجه سامه ومن حاجه مش مهمه لجسمي، وربنا اساسا مش خالقها. انت شفت بيبي نازل كله دهون؟ لا، هو ربنا خلق نازل بكلبازه كده. هو ماشي، هو كلبوزه ليه؟ هو عباره عن خد طلع له بيبي جميل، بس هو ربنا خلقه الفات بتاع الطفل بيبقى اكتر شويه نسبيا من، عشان كده حتى يقول لك الولاد ما شاء الله طولوا وخسوا. هو ربنا ليه؟ لان هو مساحته كلها قد كده. ايوه، فنسبه الدهون هي مظبوطه برضو يعني بالنسبه للسن بتاعه. لكن انا لما اكبر بقى بالدهون الزياده دي سامه ليا، طب تعمل ايه؟ تعمل لي مشاكل في تعمل لي انزلاق غضروفي، تعمل لي سكر فتجيب لي التهاب اعصاب طرفيه. لان التهاب الاعصاب الطرفيه الناتج عن السكر بيجي بعد 10 سنين من اصابتي بالسكر. يبقى انا يعني لو انا مشيت على الستايل ده وخليته لايف ستايل، لا هاصاب بالسكر ولا الكوليسترول هيعلى ولا هيجي لي انزلاق غضروفي ولا التهاب اعصاب طرفيه والمخ مش هيحصل له ضمور. يبقى انا رعايه المخ والاعصاب معايا من خلال ان انا احافظ على وزني. جميل. طيب انا عايز استاذنك في ان احنا نشوف كده معاكي حاله ايه. تمام. ايه كان عندها مشكله اعتقد في اضطرابات الوزن. سمعت عنها فعلا ايه. فتعالي نشوف حصل ايه مع ايه ونرجع نكمل. تفضل. تمام. اوكي. قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. لا واضح ان هي كانت ماشيه على التعليمات. لا برافو عليها. يعني برافو عليها، وقالت حكمه، قالت انا كنت باكل اللي انا عايزاه بس قليل. ايوه، بنسب قليله، وهو ده اللي احنا بنقوله. البيستا مش هيحرمك من الاكل، لكن هتاكل اللي انت حاسس ان انت عايز تاكله، دي حاجه، يعني مش هيخليك شره وعمال تاكل اي حاجه وشراها بلا داعي. وفي نفس الوقت ما بتحرمش نفسك من. بس هل ينطبق عليك الكلام اللي كنا بنقوله من شويه، فكره ان الواحد رجوعا لنقطه كنا اتكلمنا فيها في يعني في حوار سابق، فكره المعده اللي فيه امور معينه ممكن تزودها او تقللها بالظبط، وان وانس وقفنا الامور المعينه دي المعده بترجع تاني تنكمش لو كانت اصلها منكمش بالزبط. او بالزبط. تكبر لو كان اصلها ترجع لطبيعتها. هل الكلام ده ينطبق على المنتج اللي بنتكلم عليه؟ يعني لو طبعًا. انا دلوقتي طبعًا. فضلت ماشي عليه لفتره خلاص بقى في وضع استجد، لكن بالزبط. لو انا وقفته يحصل ايه؟ الجسم بيتعود على اللي انت بتعوده عليه. طب يعني بالعربي كده المعده ما بتتعودش، عودي معدتك مش عارف، عودي جوزك مش عارف ايه. أيوه، جوزك نفس جوزك على ما تعودي، ومعدتك على ما تعودها، ابنك على ما تربيه، وجوزك على ما تعودها، ومعدتك على ما تعودها. أيوه. على فكره طب ما احنا طب ما احنا منين كده ومنين؟ هقول لك ليه بقى. هقول لك ليه، لان انا دلوقتي اول حاجه ده سائل، يعني انا باخد ده حاجه متدوبه في ميه. أيوه. فكاني شربت اي مشروب، يعني كاني شربت عصير. اوكي، هو صحيح فيه الياف والكلام ده كله، بس في النهايه هو شكلا بيبقى سائل. أيوه. دايب فيه حاجات مظبوط. فاذا ده ما هواش كتل معينه مثلا هتزود لي بقى حجم المعده او حاجه، لا ده هو بيملى المعده وينفش فيها بحيث ان هو يسيب لي فراغ صغير جدا احط انا فيه بقى الاكل اللي شهيتي تقدر تستوعبه بالظبط. طب هل ده بس؟ لا، ده هو كمان بيحسن الهضم، والهضم وامتصاص المواد الاساسيه اللي هي الفيتامينات والمعادن، دي حاجه مهمه جدا. تعالى بقى نشوف الناس اللي بتعمل تحويل مسار في الجراحات، واللي هم بيعملوا تكميم معده. بيبقى دايما عندهم انيميا.
بيبقى عندهم اضطرابات خلاص ثابته، بيمشوا لازم على حديد مدى الحياه، بيمشوا على حاجات مغذيات مدى الحياه. الله، يعني انا هعمل عمليه وامشي على فيتامينات مدى الحياه؟ طب ما انا امشي على وبالحديد خلي بالك لوحده غير لما امشي على فيتامينات. الفيتامينات اخف شويه وطئتها على المعده من الحديد الصرف. وساعات بيضطروا يعلقوا حديد بالوريد، ودي طبعا بتبقى قصه مؤلمه، كل شويه يروحوا يعلقوا. لا، وساعات بيبقى لها ريفلكسات حساسيه بقى ومش عارف ايه، يعني هندخل في مشاكل. طب انا ليه ما امشيش بالوقايه ان انا احافظ على وزني من غير لا ازيد في الوزن ولا اضطر ان انا اعمل عمليات ولا الكلام ده؟ ولو لقيت نفسي زايد في الوزن مش على طول اروح اعمل عمليه. العمليه للي بيفشل تماما في انه يعمل دايت او يستخدم منتجات امنه، ساعتها بقى خلاص والله لما نفشل خالص. في ناس ممكن الدايت ما يعملش معاهم نتيجه حتى لو هم التزموا بيه فعلا. ليه بقى؟ لان الناس بتعمل ايه؟ يقول لك انا دخلت على النت لقيت في دايت عاملاه الدكتوره مش عارف مين. على البتاع، اولا دي لا بتبقى دكتوره. يعني انا عايز احذر الناس الحقيقه يعني. واللي هو نظام ايه هنتابع فري والكلام ده كله. طيب احنا عندنا بقى في المنتج بقى ده في معلومه مهمه جدا، ان البيستا والالب مالتي فيت لو اتاخدوا كورس مع بعض في متابعه اسبوعيه مجانيه من دكاتره متخصصين في الشركه اللي هي معتمده، والمنتج بتاعها دوت من وزاره الصحه اللي هو البيستا والالب مالتي فيت لو اتاخد ككورس على بعضه. اوكي، ممكن الناس تتابع ريجيم مخصوص لكل واحد بيرد عليه دكتور يظبط له الريجيم بتاعه مجانا. دي مش هتلاقيها في حته. جميل. مفيش شركه على فكره بتعمل كده. الشركه تقول لك انا ابيع لك المنتج لكن انا مالي ان انا اعمل لك ريجيم وكل واحد. لا، الحقيقه العرض اللي شغال ده لو حضرتك اخذت منه يبقى ليك اسبوعيا متابعه مجانيه، ودي معلومه مهمه جدا على فكره. وانا انبسطت جدا من الشركه ان هم عملوا كده، لان ده فعلا النظام اللي هو الحقيقي، عامل بالظبط زي الادمان. انا اعالجك من ادمان، اعمل لك، لا لطيف ان اغسل لك الادمان واعالجك من الحاله النفسيه. لطيف ان الكيان اللي هو صاحب المنتج بيعمل مونيتورنج بنفسه. لا هو ما شاء الله فعلا سمارت وفكره ذكيه جدا. ان انت تعمل للناس كده وفرت عليهم على فكره ان يروحوا للدكتور بالشيء الفلاني. لا، وده يحفزهم كمان على الالتزام بقى. ايه ده في دكاتره متخصصين. أوكي. يعني مش هيرد عليك بقى ناس مش متخصصه. أيوة. لا، ده ناس ومعاهم شهادات ومعاهم ترخيص وكل حاجه. حلو. المنتجين موجودين في كل الصيدليات؟ في كل الصيدليات، بس طبعا بيتباع كل واحد لوحده. في الصيدليات، لكن العرض ده متاح من خلال الشركه فقط. اوكي، يعني اللي عايز يكونوا مع بعض يتواصل مع الشركه على ارقام الشركه. على ارقام الشركه هياخدوا الاثنين مع بعض بعرض خاص. وكمان هياخدوا المتابعه الاسبوعيه المجانيه. أوكي. للدايت والرجيم. يبقى كده فاضل له عندي ان هو يتقي الله بقى وياخد اكل قليل ويروح الجيم بما يرضي الله كده، او يتمشى. احنا كده عملنا اللي علينا وزياده. احنا كده عملنا اللي علينا. أيوة. اي دلع بقى بعد كده يبقى المشكله في الزبون بقى نفسه. بس الناس كتير فعلا بتشتكي من موضوع مضاعفات السمنه حتى على صعيد النفس. بالظبط، ياخدوا نفسهم طبعا. يعني طبعا هقول لك يتحركوا. لا، والله بشوف ناس مش عارفه تاخد نفسها، مش عارفه ياخد نفسها، وصوت النفس عالي جدا. يعني ساعات تبقى حضرتك قاعد في مطعم الاكل نفسه كانه عمال يطلع سلم وهو بياكل. من كتر السمنه يعني. البطن بتبقى جامده جدا طبعًا. ومحيط الخصر ومحيط البطن رهيب. وعلى فكره طبعًا. كل ما زاد محيط البطن ومحيط الخصر كل ما تناسب مع الجلطات بتاعه القلب وجلطات المخ والسكر. ويعني ان انا يجي لي حساسيه من الانسولين، يعني حاجه اسمها حساسيه الانسولين. مقاومه الانسولين اسمها. أوكي. مقاومه الانسولين دي معروفه ان بمحيط الخصر كل ما زاد تقلق. يعني حتى انا بقول سبحان الله وربنا عاملها ان انا بحس ان اللبس ضيق عليا. هي الاقي البناطيل مش داخله، الاقي الجواكت مش بتقفل، الاقي ما اعرفش ايه. لا يبقى كده. فانا اذا ربنا بينبهنا بمحيط الخصر ومحيط. أوكي. البطن، فناخد بالنا. لان مش بس يا جماعه والله ما عشان شكل، ولا عشان اصل انا عايزه اتخطب بس انا ما بيجيليش حد عشان انا مليانه. ولا عشان عايزه اتجوز، ولا عشان عايزه اعمل. لا، عشان تعيشي حياه طبيعيه، وعشان تعيش حياه طبيعيه بدون امراض، ما يجيلكش كوليسترول وتصلب شرايين في سن صغير، ما يجيلكش انزلاق غضروفي اللي احنا بنتكلم عليه، وظهرك عمره ما هيرجع زي الطبيعي. يعني دايما المريض يقول لي طب يا دكتور العلاج اللي حضرتك كتبته لي هيخففني من الانزلاق؟ اقول له انا اسفه، هيخففك من اعراض الانزلاق. وهنمشي عليه مثلا لمده 3 شهور او 6 شهور، وبعد كده ممكن نبتدي نسحب. لكن الانزلاق ممكن يتعمل له عمليه. الانزلاق ممكن يتعمل له عمليه، ولكن برضه ما بتبقاش النتيجه 100%. ما هو بيحصل ايه؟ ما بترجعش خلاص. العمليه عباره عن ايه؟ ان هو بيشيل الماده اللي طلعت دي ويسيب حته بسيطه كده علشان بس الاحتكاك. وفي بعض الاحيان بيضطر يثبت
الفقرات بمسامير بقى وحديد وشغلانه، فمعنى كده خلاص الظهر عمره ما هيرجع زي الاول. ربنا يعفي عن الجميع ان شاء الله. يا رب، وان شاء الله ما حدش يحتاج ابدا للعمليات والكلام ده ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا جدا لوجودك معانا يا دكتور، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. العفو العفو، ربنا يخليك، وسعيده ان انا معاكم النهارده. ان شاء الله دايما معاكم وعلى خير، ويا رب كده اسمع ان كل الناس خست وانبسطت، وان الحمله التوعويه اللي احنا عاملينها ضد السمنه جابت الحاجه المرجوه منها، الاثر المرجو منها ان شاء الله تؤتي ثمارها قريب جدا باذن الله. باذن الله. بنشكركم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا، وان شاء الله نشوفكم على خير في حلقه جديده من البرنامج. الى اللقاء.